بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا حاملين بحق واجتهاد وحماسة لراية الإسلام يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه أي من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا للأشقياء أهل العدوان. تعالوا نمر إلى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رضي الله عنه، وفيه ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة، يعني للموازنة، بس جماعة تدفع جماعة، من جماعة خيرية وجماعة شريرية، بطانة تأمر بالمعروف وتحض عليه، وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه، والكلا بالكرب والمسلمين بغير حق من هذا القبيل. بطانة سور غالبة، كما رينا توا ماذا حدث من شيطنة هذه البطانة الفاسدة. فالمعصوم من عصمه الله تعالى. والسلام.